سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في احسن الاحوال. فيديو جديد وروتين جديد، واليوم غادي نشارك معكم روتيني المسائي كيفاش غادي نقضيه. المهم البنات، غادي نشارك معكم مسمن في الفران اللي غادي نعمروه بالبصله الخضريه، كيجي رائع ولذيذ واقتصادي وصحي في نفس الوقت. وغادي نبارطاجي معكم واحد الزبده بلديه اللي غادي نصايبها حتى هي في البيت بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، وكتجي رائعه. وغادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديتها لتنظيم المطبخ ديالي، اكيد غادي تعجبكم كما عجبتني حتى انا. خليكم على الفيديو وفرجه ممتعه. كنعرفوا الفوائد تاعها حتى هي صحيه. درت هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض الفورس، زدت عليه 100 غرام تاع الدقيق الاصفر الفينو اللي كيكون رطب، وغادي نضيف عليه الملحه كل واحد، وغادي ندير القياس تاعو. انا البنات ضروري الملحه كنديرها بيدي، الا ما درتهاش بيدي ما كنعرفش القياس شحال درت، يعني بيدي كنتحكم فيها اكثر. وغادي ندير هنايا نص خماره ديال الحلوه، غادي ندير غير نص باكيه، ما غاديش باكيه كامله صافي. وغادي نعجن هاد المكونات كاملين بالماء اللي دافي. انا الصراحه كندير مسمن غير بالماء بارد، بما ان دابا الجو بارد فدفيت الماء شويه، غير شويه ماشي بزاف صافي. غادي نعجن هاد المسمنه تاعي، تنحصل على عجينه اللي كتكون ما خصهاش تكون رطبه بزاف وما تكونش قاصحه، وندلكوها مزيان باش المسمن تاعنا يجينا مورق ويجي خفيف، كيجي زوين البنات. هاد المسمن كتجي العجينه تاعو بحال الورقه تاع البسطيله، ومع ديك البصيره الخضريه اللي كنديرو كتعطي واحد المذاق زوين زوين بزاف، وساهل وبسيط. ممكن هكا ديروا لوليداتكم، والبصله حتى هي راه كطلع المناعه ضروري الايام البنات ما تاكلوها بزاف هي والثومه. انا البنات ولفت نعجن في البانيو صافي ملي خسرت لي العجانه ولفت البانيو نعجن فيه، ولا كيجيني ساهل ما كترونش الدنيا، يعني بلا ما نبقى نجبد في القصريه ونغسل، وليت كنسهل على راسي في البانيو هكا. تنصايب العجانه تاعي ان شاء الله نبدا نعجن فيها، واخا ما كنقدرش نعجن بيدي لانهم اصلا دارين لي، يعني ما خصنيش نفورسي عليهم بزاف العجينه صافي. البنات انا غادي نعجن هاد المسمن ديالي ونديكم مزيان ونرجع ليكم صافي. البنات بعد ما عجنت المسمن ودلكتو مزيان كيف كتشوفوا، غادي نغطي عليه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه يرتاح على خاطرو. الصراحه وانا كنعجن في هاد المسمن كنت اصلا معوله باغا نديرو لهم الكوتي يديروا به كاسكروت ملي يجيو من المدرسه، ولكن البارح درت في الليل درت الكروس باش فطروا به اليوم الصباح، وباقيين عندي درت بزاف وباقي عندي واحد شويه ديال الكيك صافي. غادي نعطيه لهم في الكوتي، ودابا غادي نخلي المسمن غادي نديرو العشاء باش نيت نتفك من العشاء بلا ما نبقى نكثر عليا بزاف صافي. غادي نخليه العشاء، يعني العجينه غادي نغطيها ونخليها ترتاح على خاطرها، وقد ما ارتاحت راه كتجينا مزيانه وكتعطي صافي. البنات بعد ما غطيت العجينه بالبلاستيك وخليتها ترتاح، فخديت البصله تاعتي كيف كتشوفوا قطعتها كامله، قشرتها وغسلتها مزيان، وغادي ندوز دابا باش نقردها. حتى هادو البنات ديروهم كيجيو زوينين، هادو اللي كيكون في الاخر ديال البصله ما يتلوحوش، تاو تحتفظوا به وديروه صافي. غادي ندوز دابا باش نقطع البصله تاعتي، ومن الاحسن البنات قطعوها غير بالموس او بالكراده، ما ديروهاش في الاله الخاصه بالتقطاع. فالبصله كنعرفوها كتطلق الماء، ولا دوزناها في هذيك الاله اللي كتقطعها رقيقه كتطلق لينا الماء، وحنا ما حاجتناش في البصله تطلق الماء. حتى العجينه حتى هي كتفزق وما كيجيش واحد المسمن اللي كيكون مقرمش وكيجي زوين. من الاحسن البنات قطعوها غير بيديكم، ساهله غير كتقطع صافي. غادي نحاول رقيقه هكا ونقطع بيدي، وغنعاودها بالكراده باش تجيني مقطعه رقيقه صافي. البنات غادي نستعمل انا بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي صافي. البنات هاي البصله ديالتي بعد ما قطعتها رقيقه درت الكراده وقطعتها. علاش البنات قلت لكم ما ديروهاش في الاله الخاصه بتقطع، ملي كدوزوها في ديك الاله كتطلق لينا الماء بزاف، كترقاق بزاف وكتطلق لينا الماء، وحنا هنا البصله ما غاديش نشحروها، يعني غادي نعمروا بها المسمن وهي هكا خضراء. هذاك الشيء علاش قلت لكم ما دوزوهاش في الاله، لاننا كنا غادي نشحروها غادي نحاولوا نشفوها من الماء، بما ان غادي نديروها خضراء ما يمكنش لينا نقطعوها بالاله نهائيا هكا بالموس او بالكراده، فكتبقى ناشفه وكتجي رقيقه في نفس الوقت. درت عليها هنا قياسي تاع الملحه، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الابزار كيبقى على حسب الذوق واش بغيتوها حاره ولا لا، وسكينجبير هذا
عفوا الخرقوم سكينجبير وغادي نديرو التحميره بزايد قد ما كثرنا فيه التحميره كيجي زوين وكنعرفوا هاد المسمن هاك المعمر ديال الفران كيبغي التحميره بزاف. بالنسبه للكمون البنات قلت لكم قبيله فاش قاصه صغيره ديال القزبر يابس البنات كيجي فيه رائع كيجي فيه زوين بزاف. القزبر يابس زوين وصحي ومفيد انا كنستعملو بزاف كنطيب بيه يعني ضروري ما كيخطانيش ضروري القرعه خاصها تكون عندي عامره كيف ما كيقرب يسالي كنجيبو وكنقيه ونصهدو شويه في الفران وكنطحنو يعني ضروري جميع الاكلات انايا تقريبا كندير فيهم القزبر يابس. بالنسبه للقطاني الحوت جميع انواع المسمن اللي كندير في الفران او في المقله ولا البطبوط معمر كلهم كندير فيهم القزبر يابس. صافي غندير واحد شويه تاع الزيت البلديه غندير قياس جوج معالق كبار تاع الزيت البلديه انا هذه عندي معلقه صغيره غندير منها اربعه صافي وغناخذ المكونات كاملين البنات غادي نحاول نعجنهم بيدي مزيان حتى ندخل هاد البصله وتنسجم ليا مع هاد التوابل كاملين. كيف قلت لكم ديروا الكمون البنات راه كيجي فيه زوين انا راه غادي نضيفه في الاخر ملي نجيبو غادي نزيدو يعني قبل ما نعمر المسمن غادي نضيف الكمون. صافي كنبقاو نعجنو في هاد البصله هاكا كتشرب ليا هاد التوابل والزويته بلديه وحتى كتجيني حتى بحال كننزلها يعني بحال ما كتبقاش عندنا البصله قاصحه بهذه الطريقه هذه باش ملي كنعمرو بها المسمن دغيا كطيب لينا في المسمن من الداخل. درت انا زلافه صغيره هنايا المهم معليش غادي نحاول نجمع هكا الجناب وصافي. صافي من بعد ما غادي نعجنها هكا البصله مزيان غادي نخليها على جنب وغادي نقطع واحد شويه تاع القزبر والمعدنوس غادي نجبدوها من المجمد عندي مقطع نسيتو غنمشي نجيبوها من المجمد وغنضيفو. صافي غنضيف عليها واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس باقيين جامدين المهم انا قلت لكم ما نستعملوش دابا يعني على ما يطلق ليا حتى هاد القزبر شويه. صافي غادي نخليه هنايا حتى نجيب الكمون ويطلق ليا القزبر وغادي نعاود نخلط كلشي وبمثل العجينه تاعتي وجدت يعني ما نعمرو مع البنات حتى شي 6 العشيه دابا يلاه كي 3 صافي غادي نخليهم يرتاحوا ونبغي نعمرهم ان شاء الله ونتلاقى معاكم. ودابا غادي ندوز باش نوجد معاكم الزبده بلديه اللي غادي نصايبها في الدار وكتجي زوينه البنات كتجي رائعه ولذيذه وبنينه الصراحه انا كتحمقني الزبده. كنحتاجو ليها 250 غرام ديال الزبده اي نوع تاع الزبده بغيتو ديروا نتومايا ممكن ديروا زبده سونترال او بريزيدون الزبده ديال البواطه اللي كتفضلوا. انا عندي هنا 250 غرام ديال الزبده سونترال وغادي نحتاجو ليها جوج حبات ديال الفرماج مربع ونصف لتر ديال اللبن ديال الباكيه وشويه ديال الزعتر هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ الخلاط غندير فيه الكميه اللي عندي تاع الزبده وغادي نضيف عليها جوج حبات ديال الفرماج وغادي نضيف عليها اللبن. بالنسبه لهذا السطر تاع اللبن غادي نحيد منه واحد قياس كاس ديال العنبه غادي نحيدو وما تبقى كله غادي نضيفو على الزبده. صافي وغادي نميكسي هاد المكونات مزيان مزيان حتى تخلط ليا الزبده مع اللبن مزيان وينسجموا المكونات بثلاثه مع الفرماج واللبن والزبده. ومن بعد ما تخلطوا لي المكونات كاملين فدرتهم في هاد الشبيكه هادي باش يتصفى لي مزيان ضروري ما تخليهم يتصفاو مزيان على الاقل واحد جوج سوايع او ثلاثه ومن الاحسن يباتوا ليله كامله هكا كتجينا الزبده ناشفه وما فيهاش الماء.
صافي. من بعد ما صفيتهم فكانت تكون هذه هي النتيجه النهائيه ديال الزبده تاعتي. رشيتها هنا بشويه ديال الزعتر اللي كيزيدها واحد المذاق لذيذ. وبالنسبه للحليب او البن اللي نزل ليا من الزبده فما غاديش ارميه الصراحه. البنات عجنت به البيتزا وجات رائعه. ممكن تعجبوا به تعجنوا به البريوش او الكروس ولا الخبز. ما تضيعوش هذا البن هذا اللي كنزل لكم الزبده. وكنتمنى هذه الزبده هذه باش تعجبكم وتجربوها نتوما، واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. الصراحه كتجي زوينه وسهله واقتصاديه. ودابا البنات غادي ندوز باش نكملوا المسمن ديالنا. كيف قلت لكم بعد ما خليته ارتاح واحد 3 تاع السوايع ودابا 6 ديال العشيه فغادي ندوز باش نقادو يلا كنوجدوا العشاء ان شاء الله. وغادي ندير معاه واحد شويه ديال الحسوه اللي غادي نرافقها مع هذا المسمن هذا. ودابا خديت العجينه تاعتي بعد ما ارتاحت ليا مزيان كيف قلت لكم 3 ديال السوايع، يعني جات زوينه وجات رطبه العجينه. قطعتها هكا كويرات متساويين، كيكونوا صغيورين ضروري كويرات نديروهم صغار باش المسمن ديالنا يجي مورق ويجي خفيف ورطب من الداخل. وبالنسبه للحشوه البنات فهنا زدت عليها معلقه صغيره ديال الكمون وغادي نخلطها مزيان باش ينسجم ليا مع باقي المكونات صافي. وكيف كتشوفوا بالنسبه للكويرات دهنتهم كاملين بالزيت وبديت كنشكل فيهم، كنهز كل كره وكنبسطها بايديا مزيان وكنحاول ندير فيها واحد المعلقه كبيره من الحشوه نوزعها عليها وكنطويها بحال الشكل ديال الرغيفه العاديه. كنستمر بنفس الطريقه كنسرح لكل كره وكندير وسط منها المسمنه اللي كنت صيبت من قبل. كنبقى على هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. بعد ما كملت المسمنات ديالي درت هنا 3 ديال المسمنات كبار. فكنخلي كل مسمنه كنخلي لها 2 ديال الكرات اللي كيكونوا خاوين هكا باش كنغلفهم باش كنضمن الحشوه ما غاديش تخرج ليا على برا. ملي كنسرح الكره هكايا كنسرحها مزيان كنورقها بالزيت ما كنديرش فيها الحشوه وكنحط فيها المسمنه اللي قاديتها وصيبتها وكنحاول نغلفها بها. صافي استمريت بنفس الطريقه حتى كملت المسمنات اللي عندي بثلاثه. غادي نخليهم يرتاحوا مزيان حتى يعطوني الطوع ويجيوني ساهلين في التقراص، يعني ما تقطعش العجينه وما تخرجش الحشوه. ومن بعد عار باش غادي ندوز باش نقرصهم. وهنا من بعد ما صحوا لي المسمنات ديالي فقرصتهم بثلاثه وخديت واحد 0 ديال البيضه وحده اللي طربته مزيان مع قطرات ديال الخل ودهنت به المسمن ديالي من الفوق. غادي ندخلو الفران يطيب على درجه الحراره 180، نشعل عليه من التحت حتى يطيب ويتنفخ ليا. ومن بعد غادي نحمره من الفوق وكيكون هذا هو الشكل ديالو النهائي. كيجي مقرمش ورطب في نفس الوقت ولذيذ ومرق من الداخل، والبصله كتعطي واحد المذاق هائل وزوين بزاف. كنتمنى باش تجربوه واكيد غادي يعجبكم. ودابا غادي نقطعو لكم باش نوريكم الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي مورق وخفيف ورطب. هنا قدمت لهم المسمنات مع كاس ديال اتاي بالشيباج رائع ولذيذ، وطيبت الحسوه ديال البلبوله ما بغيتش نشاركها معكم لان طريقتها سهله وبسيطه وكلشي كيعرف ليها. ومن بعد ما تعشيت الحمد لله فغادي ندوز دابا باش نوريكم المشتريات اللي خديت باش ننظم المطبخ ديالي. خديت شي حاجه ب5 دراهم وكاينين اللي ب13 درهم، وخديت واحد المنظم اللي هو رائع رائع جدا وكنت محتاجه ليه والصراحه ترددت بزاف قبل ما نشري والحمد لله دابا خديته غادي نشاركه معكم. المهم البنات خليكم على المشتريات ديالي وكنتمنى تعجبكم. شاركت معكم المشتريات اللي شريت. غادي نوريكم اول حاجه اللي كنت محتاجه ليها الصراحه في المطبخ ديالي. باغا من شحال هذه نشريها هي هاد الصندوق هذا ديال الخبز. كيف كتشوفوا البنات صراحه زوين بزاف، كاين فيه ديال الخشب وكاين تاع البلاستيك وكاين هذا الانوكس لاماكوم اللي خديت الصراحه زوينه بزاف. كتنظمي فيه هكا الخبز
وكيبقى مجموع، ماشي بحال ملي كتبقاي تحطيه في الفران او في اي بلاصه عندك في الكوزينه، فكيبقى هكا الخبز مشتت. الصراحه كنلقى مشكل كبير في الخبز، ديما عندي في واحد البلاصه محطوط وكنلقى هكا البنات ملي كيوصلوا لي كيبقى الخبز هكا مفرتت وطيح، فكانت كتعصبني هذه القضيه، وكنت ديما كنقول خصني نشري بهادي هي اللي غادي تنفعني، والحمد لله ربي يسر فيها. مشيت خديتها كيف كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هذا وكتجي منظمه. انا اختاريت البنات القريبه تجيني مع لاكام اللي عندي في الكوزينه تاع الثلاجه والعجانه، ما كاين صابون يعني كلشي عندي في الكري، قلت من الاحسن ناخذ هذه ما ناخذش الخشب، انا ما عنديش كاع الخشب في الكوزينه، وما بغيتش ناخذ البلاستيك الصراحه ما عجبتنيش حتى الالوان في البلاستيك ما عجبونيش، ففضلت ناخذ هذه حسن. هذيك البنات كدير 150 درهم باش خديتها، يعني ما غاليش الثمن ديالها مقارنه مع هيايا والاينوكس ديالها، ما جاتني ما غالياش الثمن مزيان. صافي كيف كتشوفوا، وهنا خديت هاد لي لانجيس خديتهم للبنات باش يديهم معاهم المدرسه، وخديت ليهم معاهم هاد الصابون ليكيد كل وحده خديت ليها وحده، طلبوهم ليهم في المدرسه مع هاد المرض اللي كاين ديال الانفلونزا البنات، فطلبوا ليهم هكا باش مره يبقاو يعطيوهم يغسلوا يديهم ويمسحوهم بلي لانجيس غير باش يعقموا ليهم هذا. ولكن انا دايره ليهم هنا في الدار خديت ليهم صابون ديتول من الاحسن هو اللي كيعقم مزيان، وهادو بغاوهم ليهم في المدرسه خديت ليهم هادو، وخديت هاد الفوطات البنات عجبوني 5 دراهم الوحده ما غاليش، وفيهم الوان زوينين هكا كنحتاجهم في الكوزينه، خديت 3 خديت كل وحده في لون. صراحه جاوني الفوطات عمليين على السربيته هكا اللي موالفين معتادين ديما كنمسحو بها، هادو كينشفوا، وحتى ها الزواقه والالوان اللي فيهم زوينين عجبوني، 5 دراهم الوحده ما غاليينش. وخديت البنات هاد الكيسان هادو كانوا عندي جوج وشريت دابا 4، 5 دراهم الواحد زوينين هكا اللبن. انا صراحه شهيتهم في ندير فيهم اللبن نهار الجمعه في الكسكسو ملي يكون دايره كسكسو ندير فيهم اللبن، وحتى العصير صراحه زوينين عجبوني هكا سامبل، وحتى القهوه زوينين. كيف قلت لكم كنت شاريه جوج وزدت دابا فاش لقيتهم 5 دراهم، الاولين خديتهم ب6 دراهم، وهاد واحد المكازين اللي خديت منه نيت الفوطات دايرين كلشي ب5 دراهم، خديت منه داك الصابون ليكيد ولي لانجيس كلشي ب5 دراهم. صافي خديت منه هاد 4 هادو، وخديت هادو البنات اللي صراحه عجبوني الشكل ديالهم زوين، هادو كنت شاريه منهم وزدت منهم دابا كنت شاريه 6 وزدت 6 دايرين 3 دراهم الوحده زوينين هكا، الزيتون الكونفيتير الشوكولاط الزبده فرماج وحتى لي صوص كيجيو زوينين هكا، كنتو دايرين شي طبق ديال الدجاج كدير فيهم لي صوص وكديرهم في مع الدجاج في نفس الطبق كيجيو زوينين. كنت شاريه 6 شحال هادي ودابا زدت معايا 6 اخرين، لان بحال هادشي الصغير كيتقادى بصراحه ما كيبقاوش ملي كيخرجوا شي شكل كيتقطع يعني ما كيبقاش، كنت شاريه واحد الموديل وكنت شاريه منه غير 4 وقلت مره نبقى نزيد، ملي رجعت باش نجيبهم ما لقيتهمش. المهم فهادو فاش لقيت عاوتاني 6 اخرين جيتهم معايا، خفت لي يعاود الشكل تاعهم ما يبقاش ولا شي حاجه، هادو الصراحه عجبوني زوينين حتى هما. وخديت البنات هاد الشبيكات هادو الصراحه انا اللي كانوا عاجبيني وكتباغاهم بزاف وقلبت عليهم حتى عييت وما لقيتهمش، لان المحل اللي كندخل ليه كيقول لي راه كانوا وتقطعوا، لانهم كانوا بزاف الناس خداو منهم كينظموا هكا الثلاجه وحتى المواد تاع النظافه، ولكن انا الصراحه خديتهم الثلاجه خديت 6 منهم كيف كتشوفوا، خديت هنا 3 وهنا 3 خديت 6 على قياس تاع الثلاجه اللي كيفاش الطريقه بغيت نظم بهم الثلاجه. المهم قلت لكم البنات لقيتهم بواحد الصعوبه، يعني بزاف المكازات ولا المحلات اللي مشيت ليهم كيقولوا لي سالاو، ولكن بالصدفه لقيتهم على واحد السيد فاضطريت ناخذ 6 كاملين، خفت الى ناخذ غير النص ونرجع وما لقاش النص الاخر، وبصراحه لقيت عنده واحد الكميه وبزاف الناس كياخذوا فيها يعني عليهم طلب بزاف هادو، وحتى صحاب المحلات هادشي اللي قالوا لي راه كانوا خارجين ولكن تقاداو حتى في البلاصه في الشركه فين كيتصايبوا يعني تقاداو ليهم ما بقاوش كيصايبوهم. المهم خديت 6 وفرحت الصراحه ملي لقيتهم بزاف هادو، لاني كنت باغاهم وما نقولش لكم البنات شحال وانا كنقلب عليهم، هادو غادي نغسلهم مزيان لانهم مغبرين كيف كتشوفوا، كنحطهم غير هكا في التحت ديال المحل، غادي نغسلهم مزيان وننظفهم وغادي ننظف بهم الثلاجه، وضروري ما ندير لكم واحد الفيديو باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي ننظم بهم الثلاجه شي. المهم كانوا هادو هما المشتريات اللي خديت، وبغيت نشارك معكم واحد الصابون ديال الماكينه انا غنوريه لكم ونشرح لكم
وخديت البنات هاد الماركه هادي. الصراحه اول مره غادي نستعملها، سميتها دوسي، ديال الماكينه لي اوتوماتيك، مصنوعه من صابون ديال الحجره. الصراحه انا قلت لك كيف قلت لكم كنت كندير انا اريال ديال الماكينه، ولكن هذا اول مره غادي نستعمله. كديرو صاحبتي هي اللي كتستعملو وشكراتو ليا، قالت لي زوين كيخلي ريحه زوينه في الحوايج وكيخرج الحوايج. فخديتو، الصراحه الثمن ديالو ما غاليش. المهم هي خداتو ب 30 درهم وانا فين خديتو قيتو ب 23 درهم. ما عرفتش علاش دايرين ليها الثمن، لان هنا دايرين واحد، الا شريتي واحد كتاخدي، الا شريتي ليترو ايترو كتاخدي غراتوي، يعني دايرينو بالمجان. المهم خديتو ب 23 درهم، والسيده صاحبتي اللي شرحت لي عليه وشكراتو ليا كتاخدو ب 30 درهم. يعني هي خداتو غير البارح وانا خديتو اليوم، ما كاينش الفرق تاع الوقت. المهم انا خديتو هكا بهذا الثمن 23 درهم، صراحه زوين بزاف ما غاليش. ما خديناش من نفس المحل، هي في بلاصه وانا في بلاصه، غير هاد السيد اللي خديت من عندو انا قال لي راه فيه بروموسيون فخديتو ب 30 درهم، ب 23 درهم البنات، وفيه جوج ايترو اقتصادي. يعني صاحبتي قالت لي كديري منه غير جوج غلاقات في كل تصبينه فكيخرج الحوايج وكيرغوي. المهم انا غادي نجربو اليوم ان شاء الله، غادي نصبن به وغادي نجربو وغنجاوبكم عليه في الفيديو اخر ان شاء الله، ولا في هذا الفيديو نيت نقول لكم واش عجبني ولا ما عجبنيش، الريحه تاعو في الحوايج كيفاش دايره وكيفاش كيخرج الحوايج. والصراحه الثمن تاعو رخيص 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 بزاف، الا عجبني غادي نرجع نزيد منه وهو اللي غادي نبقى نستعمل ديما. وخديت هنا هاد المعطر ديال الجو البنات ديال العود، ريحته غزاله ما نقولش لكم، ريحه خطيره فيه، عجبني بزاف. انا اول ما قبل ما ندخل المحل من برا شميت واحد الريحه، وملي دخلت سولت قالوا لي هذا اللي باش راشين، ريحه زوينه 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 بزاف، خصوصا الناس اللي كيبغيو العود بحالي، واعره ريحته بزاف. يعني انا كل نهار كنبخر بالعود ولا كندير الشمع اللي فيه ريحه العود، ولكن اليوم صافي من دابا بقيت غنبقى ندير هذا حيت عجباتني ريحته زوينه. كنصحكم البنات باش تاخذوه حتى نتوما. هذا خديته حتى هو ب 23 درهم، يعني حتى هو بالنسبه للثمن ديالو، ولا هذا بالنسبه للكميه مع الثمن تاعو، ولا الرائحه تاعته اللي غزاله، فرخيص بزاف بزاف، يعني غيبقى واحد المده اللي هي طويله. وما نقولش لكم البنات ريحته، واخا نضل نشكر فيها ما غنوفيش لي حقه، احسن معطر كيعجبني انا الصراحه. جربت بزاف وبزاف، وكاين اللي كنبداهم ما كنكملوش لانهم ما كيعجبونيش، ولكن هذا ريحته غزاله بزاف. ملي دخلت دابا رشيت غير شويه في الدار، ما نقولش لكم واحد الريحه كيف دايره. صافي كانوا هادو هما المشتريات ديالي اللي شريت. المهم غادي نجاوبكم على هذا البنات ضروري غنجربو اليوم ان شاء الله، وقبل ما ندير المونتاج الفيديو غادي نجاوبكم عليه ضروري، نقول لكم زعما كيفاش صدق ليا واش عجبني ولا ما عجبنيش. والصراحه